والآن الحدث الثقافي فتحت شعار بالمسرح نحيه بالفن نقاوم تم منذ قليل بالمسرح الوطني بالعاصمة افتتاح الدورة 24 من أيام قرطاج المسرحية وسط حضور عدد هام من الضيوف من تونس وخارجها. وإثر الافتتاح الرسمي وفي حدود 8:30 مساء انطلقت أولى العروض المسرحية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. وتنتظم هذه الدورة التي تتواصل من اليوم إلى غاية 10 ديسمبر الجاري بإشراف من المسرح الوطني التونسي. إذن مشاهدينا أكثر تفاصيل في هذا الربط المباشر من مدينة الثقافة مع طارق بن معاوية. طارق، كيف تبدو أجواء الافتتاح وما جديد هذه التظاهرة الثقافية؟ مرحبا بك درة وبالسادة المشاهدين. قبل الحديث عن المسرح البلدي، نحن الآن بمدينة الثقافة تحديدا أمام مسرح الأوبرا، أين بدأ الجمهور يتوافد على هذه القاعة لمشاهدة العرض المسرحي لبوب ويلسون، وهو في الواقع عرض يهم العائلة والأطفال بالخصوص. ربما من مميزات هذه الدورة هو صحيح مهرجان منفتح جماليا وإبداعيا على مختلف التجارب العربية والأفريقية، ولكنه أيضا يفتح نوافذ وأبواب على التجارب العالمية. وفي هذا الإطار يحضر بوب ويلسون وكذلك المخرج العالمي الإيطالي رومي باتشيلوني، وكذلك يحضر المرحوم روبير بوتشير الذي يحضر بإحدى مسرحياته. قلت هذا في علاقة بالعرض الافتتاحي. أعود إلى الافتتاح الرسمي، في الواقع كان افتتاح خال من كل المظاهر الاحتفالية احتراما لشهداء فلسطين وجرحاها. فلسطين كانت حاضرة في الكلمات الافتتاحية وأيضا في الأبيات الشعرية التي تم إلقاؤها بهذه المناسبة، ويعود أغلبها لمحمود درويش، وذلك بحضور مخرجين عالميين وكذلك حضور ضيوف من العرب ومن بلدان أمريكية وبلدان أجنبية أخرى. ربما من جديد هذه الدورة درة هو إحداث سوق للمسرح، وهو إحداث جديد يمكن الصناع أو المتدخلين في عملية صناعة المسرح من الالتقاء، وربما وهذا أهم شيء هو ربما تبادل العروض في بلدان مختلفة، وبذلك يمكن للمخرجين العرب والأفارقة والأجانب أن يتبادلوا الخبرات. ربما عودة هذا المهرجان إلى المسرح الوطني هو توجه ومن أجل أن يعطى لهذا المهرجان أجنحة إبداعية جديدة، ولكن الإجراءات الإدارية ما زالت في طور الإنجاز. ربما من النقائص هذه الدورة وذلك يعود إلى ضعف الميزانية هو إلغاء عروض شارع الطفل غير موجود بكثافة في هذه الدورة، وبالنسبة للعروض داخل الجهات فإن ربما عديد المشاكل التي صعبت من تحول هذا المهرجان إلى المناطق الداخلية، وتبقى العروض مقتصرة على تونس العاصمة تونس الكبرى. وفقط أختم بأن تونس تشارك في هذه الدورة بعرضين مسرحيين في المسابقة الرسمية بالإضافة إلى الأقسام الأخرى الدورة. نعم، إذن دورة جديدة طارق من أيام قرطاج المسرحية افتتحت منذ قليل وتتواصل إلى يوم 10 ديسمبر الجاري. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا طارق بن معاوية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من مدينة الثقافة. نتحول إذن مشاهدينا الكرام.